من ضمن الأسئلة، أشتغل في بنك مصر خدمة عملاء ولا أشتغل كول سنتر إنجليزي بمرتب تقريبا ضعفين ولكن ساعات العمل لحد 12 وبروح 1:30 بالليل ودور تدور يعني من البيت للبيت للبنات، أعمل إيه وأختار إيه؟ أنا نصيحتي الشغل في البنك، لسبب لأنه الشغل الكول سنتر مهما هيكمل ده مش كارير باس أو مش تطور وظيفي ليك، هنقعد سنة 2 3 4 5 10 مش هينفع نكمل في حياتنا، زائد ان احنا هنوصل هنتقدم في العمر، فما ينفعش ان انا افضل على هذا الموضوع. اما لو هتشتغل في خدمه عملاء البنك مصر ممكن بعدها تنتقل الى بنك اخر تاخد مرتب اعلى، فما تبصش على السالري دلوقتي ان هو قليل، لا بص لاحقا انك ممكن بعد كده تبني الكارير بتاعك في الاريا او المجال ده، فيكون بالنسبه لك متاح على هذا الموضوع. ولكن بلاش تركز على الموضوع في الوقت الحالي، لا، خدمة عملاء البنك مصر هتنقلك كويس، ممكن تجد بعدها في بنوك تانية أو مؤسسات أو أي مكان في المجال بتاعك، ولكن ده هيكون بالنسبة لك أفضل بكتير من هذا الموضوع. ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.